شوف ببدلك فين يا ديكي، شوف ببدلك فين، شوف لي هرقد فين يا ديكي، شوف لي هرقد فين. الفراخ البلدي ليها ميعاد مناسب للذبح عشان تاخد منها افضل انتاجية من حيث اللحم والفايدة. تابع معانا فيديو جديد على قناة طيور فوق السطح. شوف لي هرقد فين يا ديكي، شوف لي هرقد فين. اشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، ولايك على الفيديو، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. قبل ما ننوي الذبح لازم نمسك فرخة من الفراخ اللي احنا عايزين نذبحهم ونبص للريش بتاعها. اذا كان الريش مكتمل، ومعنى مكتمل هنا ايه؟ ان الريش ناشف ومفهوش المادة اللزجة. اما اذا كان الريش فيه المادة دي ما ينفعش نذبحه دلوقتي علشان هو لسه ما اكتملش نموه، ولحمه لسه كمان لم ينضج، وخسارة نذبح الفراخ في سن صغير علشان نلاقي كمية لحم مرضية. وده لا يعتمد على عمر معين، بل يعتمد على نوعية الغذاء اللي بنقدمه للفراخ. فإذا كنا بنقدم أكل كتير ومتوفر ليهم باستمرار، هنلاقي أحجام كبيرة ومع ذلك لسه ريشها ما اكتملش. ليه بقى؟ علشان هو كده نموه كبير ولسه هياخد وقت شوية ويبقى حجمه أكبر وريشه أكتر. أما إذا كنا بنقدم أكل متوسط أو قليل، هنلاقي حجم الدجاجة على قد الأكل ده وريشها يكتمل بسرعة مع قلة الأكل ده، لأن الأكل المتوسط ده هيطلع فرخة متوسطة في الحجم، تنتج الريش بتاعها على طول على قد الاكل اللي بتاكله، ودي ممكن تكتمل بسرعه عن اللي اكلت كتير. فالعمر بتاع الدجاجه مش مقياس، انما المقياس اننا نمسك الفرخه ونبص على ريشها هل اكتمل ولا لا. اما اذا كنتوا عايزين تسمنوا الفراخ وتزودوا لحمها، فانتوا لازم تسيبوها لحد عمر 6 شهور، وهنا بيكتمل اللحم والريش من غير اي كشف على الفرخه وريشها. هتلاقوا فيديوهات في القناه هتطلع لكم على الشاشه دلوقتي، يا ريت تتابعوها، ومستنيين أراءكم في الكومنتات، ونشوفكم في حلقة جديدة.